اساس الوحده النفسيه اللي احنا بنسميه علميا الاضطراب، هو انك بتحسي كتير من الاوقات انك موجوده مع الناس ومش موجوده معاهم. وهنا في حاجه مهمه لازم نشخص بيها الشخص وهو بيحكي. لو جه قال لك انا موجود وسط الناس وحاسس كده ان انا شايف شفايفهم بتتحرك بس مش مجمع هما بيقولوا ايه، وبيفتحوا مواضيع بس انا مش مركز هما بيحكوا في ايه، وبحس اني فصلت عن الواقع لدقائق او ثواني او ممكن وقت يزيد او يقل، في الحالة دي ما بيبقاش بيعاني من الوحدة النفسية، ولكن دي حاجة اسمها الديراليزيشن. الديراليزيشن ان انا احس باختلال الواقع من حواليا، فتلاقي الشخص ده قاعد وسط الناس ومش مجمع هو ايه اللي بيحصل. بعض الناس ممكن تتهم انه بيشرب حاجة، البعض الاخر ممكن يتهم انه متكبر ومتعالي، البعض الاخر يتهم انه مقتضب الحاجبين ومش مركز قوي مع الناس عشان متعالي عليهم، ونسيوا الاصحاح العظيم اللي اتكرر في الكتاب المقدس: احنوا على ضعفاء نفوسكم وكونوا ارحموا بهم من ضعف نفوسهم. يعني لما تشوف حد كده، افترض يا اخي ان هو عنده بليه، افترض ان هو عنده عرض مرضي، افترض ان هو عنده مشكله، افتراض حسن السلوك عند الطرف الاخر. الشخص دايما اللي بيبقى جواه خير بيشوف اي حاجه بتحصل خير. صحيح. وعاده في مجموعه من الناس هتقابليهم قليل قوي يا دكتوره، ان قابلتيهم اتمسكي فيهم بكل ما تملكي من قوه. الشخص اللي اول ما تقابليه وانت متاخره عليه، اول ما يشوفك يقول لك الحمد لله على السلامه، انا متاكد ان الشوارع زحمه. واول ما تكلميه وانت بقالك كتير ما سالتيش عنه، يقول لك انا عارف انك اكيد مشغوله، انت عمرك ما قصرتي في بيوجد حق اعذار حد. للناس. هو دايما بيوجد اعذار للناس بدون ما يقدموا العذر بتاعهم. ان لقيتي هذا الشخص حافظ عليه قدر ما استطعت. ايه الحاله اللي ذكرناها؟ اسمها الديراليزيشن او اختلال الواقع، ودي ملهاش علاقه بالوحده النفسيه. انا ببقى مشفق جدا على الناس اللي بتحس بيها. ليه؟ لانه مش بيعرف يوصفها. يعني يجي لك يقول لك بص انا عارف انك هتقول عليا مجنون، بس انا والله العظيم مش مجنون. فبعض الناس بتتهمه بالتعاطي وهو مش متعاطي، والبعض يتهمه بالتعالي وهو مش متعالي، لغايه ما يجي لك يقول لك انا مش عارف اسمي ده ايه، وبتكون دي معاناه اكبر، ان هو مش قادر يوصف الاحساس اللي بيحس بيه. احنا اول ما بنوصف له العرض بيبدا يطمئن، اول ما بيعرف نسبه حدوثه بيبدا يطمن اكتر، بيحس ان مش هو بس اللي بيعاني من هذا الامر، وان قد ايه علاجه بيبقى متيسر وسهل، وبيخضع لبرنامج علاجي بسيط. الامر الاخر اللي مرتبط بالديراليزيشن او مش مرتبط بيها بس يمثل نفس المعاناه، انه يصحى من النوم مستغرب نفسه. حاجه اسمها دي بيرسوناليزيشن، اللي هو اختلال الإنية، حس إن أنا مش أنا. وتلاقي الشخص ده بيصحى من النوم حاسس إن زي ما يكون هو في داي دريم، هو في حلم يومي كده بيتكرر، والداي دريمينج تبدأ تظهر عليه أكتر، ويبص في المراية: أنا ده؟ أنا مش متأكد قوي. هو أنا عندي شغل النهاردة؟ هو المفروض كان جدول يوم النهارده محطوط فيه ايه؟ هو المفروض النهارده انا كنت هعمل ايه؟ هما دول انا هنا؟ دول ولادي اللي بره؟ ده تليفون. ايوه النهارده صح، انا فوق بقى خلاص، يلا انا بقيت كويس. ده بيحصل على اوقات يظهر جدا وبعدين يقل، ودي حاله مميته جدا، مميته لان وصفها صعب. فتخيلي لو قابلت واحده صاحبتك وقالت لك على فكره انا لما صحيت النهارده كنت حاسة ان انا مش انا، اول رد فعل هيكون ساخر، والرد التاني هيكون غاضب لانك بتستهزئي بي وبتقولي لي اعراض مش منطقية. لكن لما بنلاقي حد يوصف لنا هذا العرض ويحس بيه ويعرضه ويطمنك انك مش لوحدك فيه، ده بيقلل من حدة هذه الاعراض. صحيح. الحالتين اللي انا ذكرتهم، سواء الديراليزيشن او الدي بيرسوناليزيشن، الاتنين ملهمش علاقة بالوحدة النفسية، بس ممكن الوحدة النفسية تؤدي ليهم. ولو الوحدة النفسية دي ابتدت تتملك من الشخص، او النوعين اللي ذكرناهم قبل كده، احيانا بتدخله في نوبة من الضغط اللي ما بيعرفش يتخلص منها الا مستغيث من اعراض جسدية فظيعة بيحس بيها على مدار الوقت. انه ممكن هو قاعد من شدة التفكير لوحده يبدأ ما يقدرش يحدد الأفكار اللي بيفكر فيها، بحس بدوشة في دماغه وضجيج،
ضجيج بيسببه الصمت اللي أشبه بحالة من الضغط بتوقع الإنسان طول الوقت في حالة من إنه مش قادر يقول أي، إنه مش قادر يصرخ، عنده رغبة مميتة إنه يقف في ميدان واسع ويصرخ من غير ما حد يسأله أنت بتصرخ ليه، ولا حتى يعرض عليه المساعدة. وبيبقى في أشد حالات الالتهاب النفسي المزمن، وركزي على مصطلح الالتهاب النفسي، إنه ما بيبقاش قادر إنه يقف حتى على حدود إن حد يقول له خلاص هتبقى كويس. كمان لحاجة اسمها البانيك اتاكس، إنه هو قاعد من شدة التفكير المتطاير الغير مرتب، الأفكار المتدفقة، الشلال اللي نازل عليه اللي هو أصلا مش قادر يسميه. ومش كل الناس اللي بيجي لها بانيك بتخاف من الموت. البانيك في أحيان كتير جدا، نسبة التلتين تقريبا، بيجي من غير ما الإنسان يبقى قادر يسمي أو يحدد هو إيه اللي بيحصل له. فتلاقيه وهو قاعد لوحده بحس كأن في عمارة بتنهار فجأة، وإن في شلال نازل من الأفكار زي ما شرحت. الشلال ده كله بيردد فكرة واحدة، إنك دلوقتي حياتك بتنتهي، وإنك دلوقتي ممكن ما تشوفش الناس اللي أنت بتعاني منهم دول تاني، وإنك دلوقتي ممكن ما تبقاش موجود. وتبدأ دقات القلب تزيد، والعرق يتصبب، والأدرينالين يعلى، وريقه ينشف، وحس ببرودة في الأطراف، وحس بسخونة برضو أوقات في جسمه، تبدأ حرارته تزيد، ويبدأ يحس إن روحه بتتسحب فجأة، وإن حياته بتعدي قدامه في الشريط بالتدريج، ويبدأ يستسلم تماما لإحساس إن هو فعلا هيموت بس ما بيموتش. لما تبقى متضايق اقعد مع الناس عشان تفك شوية، ولما تبقى عايز تتكلم دور على حد تتكلم معاه. ولكن الواقع اللي احنا شفناه كلينيكيا يعني عياديا، يعني من واقع النفوس اللي انا بشوفها مع اختلاف الثقافات والجنسيات والاعمار والديانات، اللي بقت كل مشاكلها مرتبطة بالناس اللي هي بتقابلهم. وكأن معلومة أو حكمة سيدنا علي من 1400 سنة اللي بتقول رأيت 19 العافية في اعتزال الناس والعاشرة في الصمت بينهم، إن أغلب المشاكل اللي بتقابليها ليها علاقة بالمشاعر اللي مرتبطة بالناس اللي حواليك. فكتير جدا من الناس اللي هتقابليهم قرروا لا شعوريا إن هو يلجأ لشعور الاغتراب أو يلجأ لمشاعر الوحدة، وكأنه بيكتفي عن نفسه، يطبطب على نفسه عشان خاطر اللي شافه من الناس. ودايما المشاكل دي بتبقى مرتبطة في الثلاث أنواع اللي أنا ذكرتهم لحضرتك، وتعالي ناخدهم بالتدريج. النوع الأول الوحدة العاطفية، وهنا بتلاقي حد طول الوقت بيختزل مجموعة كبيرة جدا من المشاعر، وإنسانة طول الوقت محتفظة بكل اللي تملكه من مشاعر عشان يجي فارس الأحلام اللي في وقت من الأوقات هتقدم له جملة المشاعر تحت رجليه وتشيله وتقف جنبه وتساعده وتسنده وتدعمه، اللي هتحترمه وتقدره، اللي هتكمل بيه بيت حياتها من طوبة فضة وطوبة ذهب، اللي هتقف جنبه وتكمل معاه وتبدأ تبني البيت الكبير من غير ما يكون في أعمدة موجودة، سرعان ما السقف بيقع عليها، وبتتحول حياتها لصدمة كبيرة جدا. والصدمات هي ارتفاع سقف التوقعات بدون أعمدة من الثقة تشيل هذا السقف. وساعتها بتكون الشخصية دي ضحية ارتبطت بأحد الشخصيات اللي ممكن يصنفوا تصنيفات ثلاثة، إنه شخص سيكوباتي أو نرجسي أو هستيري أو ما إلى ذلك. وبتبدأ تعيش فترة من الوحدة النفسية بتكتفي فيها بذاتها، وبتبدأ تلملم جراحها لوحدها، وبتبدأ هنا تعاني إنها مش قادرة تقعد وسط الناس لأسباب معلومة ومنطقية عكس بتاع الوحدة النفسية، اللي هي ان انا مش قادرة ارجع لاهلي واقول لهم ان اللي حذرتوني منه طلع صح، واللي لومتوني عليه طلعتوا فيه صح، واللي انا اتخانقت معاكم علشان وطلع انتوا كلامكم صح، فبقدر هنا ان انا الملم اللي انا بحس بيه وبعد. في حاجة اسمها transference of feeling، اللي هي طرح المشاعر. transference يعني طرح، يعني طرحه يعني رماه. اوكي، طرح المشاعر، المشاعر دي مادة بتاخد شكل وتكوين من تطرح عليه، كأنك جبت كده كريم شانتيه ودلقتيه على حاجة بتاخد شكل الحاجة. من يحتفظ بمشاعره وقت طويل تظل المشاعر في حالة كبت وقت طويل، وأول ما يجي حد يلمس مكان هذا الكبت
باهتمام وتقدير وابتسامه وسؤال وطمنين عليكي وانت رايحه، واول ما ترجعي لازم تعرفيني انك وصلت بالسلامه، واوعى تروحي لوحدك، كان تحفه ده عليكي، ليكي مين غيري، انا اللي موجود هنا وانا اللي هتلاقيني هناك. الكلام ده بيبدا يحوطها ويأثر عليها بشكل كبير جدا، ولا شعوريا يبدا ينكش جواها ويعرف عنها كل حاجه، ثم يهتم بيها في كل التفاصيل، ثم يديها مجموعه من الوعود اللي تطمنها انها تسيب نفسها تماما وتطرح مشاعرها عليه. ده مبقاش اسمه حب، دي بيبقى اسمها موتيفيشن استراتيجي. هو قدر يلعب على الموتيفيشن بتاعتها لغايه ما المشاعر دي طرحت عليه وخدت شكله، فهي ما بتحبوش. وصلت؟